السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. اليوم سنعمل معا قاعدة للأكواب جدا ظريفة على شكل قطة لطيفة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية. نرتفع منها بسلسلة وليست لها أي اعتبار. والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة، سنشتغل فيها 7 غرز حشو. 1 و7، ثم نسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية، ثم نقفل الدور بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع بسلسلة وليست لها أي اعتبار. نعود الآن إلى أول غرزة ونشتغل فيها غرزتا حشو. واحد واثنان، وهكذا سنكرر إلى الغرزة التي تليها ونشتغل فيها غرزة تزايد بحشو. بنفس هذه الخطوات سنكرره حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 14 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثالث، سنبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى ونشتغل فيها هذه المرة غرزة حشو واحدة فقط، ثم مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة تزايد بحشو. 1 و2، وهكذا سنكرر غرزة حشو واحدة في الغرزة التي تليها، ثم غرزة تزايد في الغرزة التالية. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 21 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقفل كما قفلنا الأدوار السابقة منزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الرابع، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة، ثم غرزة تزايد بحشو في الغرزة التي تليها. 1 و2، والآن سنكرر بهذه الطريقة، سنشتغل غرزة حشو في غرزتين متتاليتين. 1 و2، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. 1 و2، وهكذا سنكرر غرزة حشو في غرزتين متتاليتين، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 28 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور الخامس، سنبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو، ثم غرزة حشو في غرزتين متتاليتين. 1 و2، هكذا أصبح لدينا من بداية الدور 3 غرز متتالية. والآن سنشتغل غرزة تزايد في الغرزة التي تليها، 1 و2 في نفس الغرزة، وهكذا سنكرر. سنشتغل غرزة حشو في 3 غرز متتالية، ثم غرزة تزايد. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 35 غرزة. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور السادس، نبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس أول غرزة وغرزة حشو، ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها. هكذا أصبح لدينا من بداية الدور غرزتين. والآن في الغرزة التي تليها سنشتغل تزايد، 1 و2 في نفس الغرزة. والآن سنكرر بهذه الطريقة، سنشتغل غرزة حشو في 4 غرز متتالية، 1 و4، ثم في الغرزة التي تليها غرزة تزايد، 1 و2، وهكذا سنكرر.
غرزة حشو في 4 غرز متتالية ثم غرزة تزايد. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 42 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور السابع، نبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة فقط، ثم سنشتغل غرزة حشو في 4 غرز متتالية، 1 و4. هكذا أصبح لدينا من بداية الدور 5 غرز متتالية. والآن في الغرزة التي تليها سنشتغل فيها غرزة تزايد، 1 و2. وهكذا سنكرر، سنشتغل غرزة حشو في 5 غرز متتالية ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 49 غرزة فقط. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور الثامن، نبدأ بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو، ثم غرزة حشو في غرزتين متتاليتين، 1 و2. هكذا أصبح لدينا من بداية الدور 3 غرز. والآن في الغرزة التي تليها غرزة تزايد، 1 و2. والآن سنكرر بهذه الطريقة، سنشتغل غرزة حشو في 6 غرز متتالية، 1 و6. ثم في الغرزة التي تليها غرزة تزايد بحشو، 1 و2. وهكذا سنكرر غرزة حشو في 6 غرز متتالية ثم غرزة تزايد. نكرر بنفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 56 غرزة فقط. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن الدور التاسع والدور العاشر سيكونان بنفس الطريقة، سنبدأ دائما بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو، ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها. وهكذا سنكرر، سنشتغل غرزة حشو في كل غرزة في هذا الدور، وسيكون لدينا في نهاية الدور التاسع والعاشر 56 غرزة فقط. وعندما نصل إلى نهاية الدور العاشر سنقف بهذه الطريقة، نترك حلقة العمل، ندخل الإبرة من خلف أول غرزة حشو، ثم نسحب حلقة العمل إلى الخلف، بهذا الشكل نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنبدأ في عمل الأذن، سنبدأ بحلقة سحرية، نرتفع منها بسلسلة وليست لها أي اعتبار. والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة، سنشتغل فيها 6 غرز حشو، 1 و6. نسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية، ثم نقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور، والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة، ثم مباشرة إلى الغرزة التي تليها، وهذه المرة سنشتغل غرزة تزايد، 1 و2. وهكذا سنكرر غرزة حشو في الغرزة التي تليها ثم غرزة تزايد في الغرزة التالية. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 9 غرز. وعندما نصل إلى نهاية الدور نقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، منزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثالث بنفس الطريقة، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة فقط، وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو واحدة فقط، وسيكون لدينا في نهاية الدور 9 غرز متتالية. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور الرابع، نرتفع بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة الأولى وغرزة حشو واحدة، ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها، ثم غرزة تزايد في الغرزة التالية، 1 و2. وهكذا سنكرر
سنشتغل غرزة حشو في غرزتين متتاليتين ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 12 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور الخامس والأخير، نرتفعه بسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة وغرزة حشو واحدة ثم غرزة حشو في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان. هكذا أصبح لدينا من بداية الدور 3 غرز. ثم في الغرزة التي تليها سنشتغل غرزة تزايد. وهكذا سنكرر، سنشتغل غرزة حشو في 3 غرز متتالية ثم غرزة تزايد. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 15 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. وقبل أن نقص سنترك خيط كافي نستخدمه لاحقا في تجميع القطع معا. ثم بنفس الطريقة والخطوات سنكرره مرة ثانية للحصول على الأذن الثانية بنفس الطريقة. والآن سنعمل الذيل لهذه القطة. نبدأ أولا بحلقة سحرية، ثم نرتفع بسلسلة وليست لها أي اعتبار. والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة، سنشتغل فيها 6 غرز حشو، 1 و6. ثم نسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية جيدا، ثم نقفل الدور بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن من الدور الثاني حتى الدور 11 سنشتغل بنفس الطريقة. نرتفع دائما بسلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة الأولى، ثم غرزة حشو في الغرزة التي تليها. وهكذا سنكرر، في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو واحدة، وسيكون لدينا دائما 6 غرز في كل دور. نكرر هكذا من الدور الثاني حتى الدور 11 ثم نعود. وبعد التكرار وصلنا هكذا إلى نهاية الدور، سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. وقبل أن نقص سنترك خيط كافي نستخدمه لاحقا في تجميع القطع معا. والآن سنبدأ بتجميع القطع، وقبل أن نفعل ذلك سنحضر سلك بهذا الشكل، سنلف أو نطبق طرفه الأول هكذا إلى الداخل هكذا كما نرى هنا، ثم سندخله هكذا في الذيل، ثم سنطبق الطرف الآخر أيضا إلى الداخل بنفس الطريقة. هكذا سندخله في الذيل بهذا الشكل، بهذا الشكل. ثم سنضع طرف هذا الخيط في إبرة بهذا الشكل، ثم نحضر القاعدة نمسك بالذيل والقاعدة بهذه الطريقة، ثم نثبت. سنعيد خياطة الذيل مرة أخرى للقاعدة ونزيد في تثبيته. والآن سنبدأ بإضافة الأذان هنا، هذا الذيل في هذا الاتجاه بهذه الطريقة
مقابل هذا الدين هنا سنترك 4 غرز هكذا، هذه 1 وهذه الثانية، سنبدأ هنا بالثالثة ونضيف أحد الأذان بهذا الشكل بهذه الطريقة، ونبدأ بالخياطة. كما نرى هنا فقد ثبتت الأذن في المكان المناسب. ثم ننظف الخيط، وعند إضافة الأذن الثانية سنترك 3 غرز 1 2 3، ثم نضيف الثانية بنفس الطريقة التي أضفنا فيها الأولى. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وألقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.